السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالباتي حبيباتي طالبات الصف الثاني الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في مادة الشرعية، وعام دراسي جديد، كل عام وأنتم بخير. واليوم إن شاء الله سوف نبدأ بالدرس الأول من مادة الشرعية، وهو بيكون مجال القرآن الكريم وعلومه، سورة الكافرون. وهذه السورة حفظ. وقبل أن نبدأ حبيباتي بشرح درسنا اليوم، ينبغي علينا أن نعرف القيمة الشهرية لهذا الشهر، وهو الابتكار، ومعناه أن تبتكر الطالبة لخدمة الوطن وخدمة الدراسة. أما القيمة الأسبوعية وهي التسامح، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على التسامح في التعامل بين الناس. هيا بنا حبيباتي لكي نبدأ بأهداف درسنا اليوم، حيث أن الهدف الأول أن تتلو الطالبة سورة الكافرون تلاوة سليمة، ثم تفسر المفردات الواردة في الآيات الكريمة، ثم تبين المعنى الإجمالي للسورة الكريمة. ونبدأ الآن حبيباتي بتهيئة الدرس. أمامك سورة حبيباتي، أريد منكن أن نعرف معا ماذا تري في هذه الصورة. أحسنتم حبيباتي، نرى إيه؟ الأصنام. وهل هذه الأشياء، أي هذه الأصنام، تضر أم تنفع؟ أحسنتم، إنها تضر ولا تنفع. وماذا كان يعبد أهل مكة قبل الإسلام؟ ها حبيباتي، أحسنتم، كانوا يعبدون الأصنام. وهيا بنا حبيباتي لكي نتلو معا الآيات الكريمة من سورة الكافرون. وقبل أن نتلو معا، لابد أن نعرف معا آداب التلاوة. فمن آداب التلاوة حبيباتي بأن نتوضأ لكي نكون طاهرين قبل تلاوة القرآن، ثم نتأدب عند تلاوة القرآن الكريم ونتلوه بخشوع. وبعد أن استمعنا حبيباتي إلى تلاوة سورة الكافرون، ينبغي علينا أن نتعرف معا على معاني المفردات. قل يا أيها الكافرون، أي قل يا محمد لكفار قريش. لا أعبد ما تعبدون، أي معناها لا أعبد الأصنام التي تعبدونها. ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي وأنتم ترفضون عبادة الله تعالى. ولا أنا عابد ما عبدتم، أي ولا أنا عابد ما عبدتم من الأصنام. لكم دينكم ولي دين، أي لي دين الإسلام. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف معا على الاستفادة من الآيات. ماذا استفدتم حبيباتي؟ أحسنتم، أن الكافر هو الذي يعبد غير الله تعالى. وماذا أيضا؟ أحسنتم حبيباتي، أن المسلم يعبد الله تعالى وحده. وأخيرا، أن الله تعالى وحده يستحق العبادة والشكر.
والآن حبيباتي على كل طالبة أن تقوم بفتح الكتاب صفحة 15 وتقوم بحل السؤال الأول.